السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة هنتكلم عن موضوع فيديو النهاردة عن موضوع الفحم وفوائده للحمام والعصافير وجميع أنواع الطيور. الفكرة جت منين حضراتكم؟ الفكرة جت إني وجدت إن في أقراص في الصيدليات بشري ياخدها الإنسان مش لل وليست للطيور وليست بيطري. بتعالج ايه؟ بتعالج الانتفاخ والاسهال وتحسن من اداء القولون زي ما قلنا ده ان ده بشري. قلت ادور في الموضوع ايه، سألت زمايلي الغواة القدام الكبار في السن، قالوا ايه؟ قالوا ان احنا بنعطي الفحم ما بيلجأش الا في اعطاء الفحم للطائر الا اذا كانت صحته كده مش عاجباه، ومحدش عارف الطائر ده عنده ايه، لا دكتور عارف هو عنده ايه ولا احنا عارفين هو عنده ايه، فبنعطيله الفحم فهو مش هيضر انما هيفيد الطائر، واذا ما فادش الطائر فبرضه مش هيضر. هنا بنقصد بالفحم اللي هو الفحم الخشبي اللي زي ما وريناه حضراتكم اهو، الفحم الخشبي ده المطحون منه، تيجي من القهوة او من عند بتاع الكباب او اللي بيبيع الفحم اهو، تمام. طيب، وعلشان هو طبيعي فانه هو هيفيد مش هيضر. انا بجيبه من القهوة زي ما قلت لحضراتكم، الباقي في الشكارة زي كده اهو، والراجل القهوجي بيفيد منه ده بيرميه. الشكارة دي كلها فيها حوالي 2 كيلو، بيطلع نايم كده حوالي 2 كيلو في قعر الشكارة، فهو ملوش استخدام اهو. يشحتني شوية دول انا بجيبهم منه، اقول له عينهم لي ما ترمهمش عشان اجيبهم اهو استخدمهم احطهم للحمام، لان هو كده كده بيرميه، فانا اقول له ما ترميش الناعم اللي يطلع عندك، سيب لي الشكارة انا اخدها احط منها للحمام. حضرتك لو ما استطعتش ان انت تجيب الناعم ده، ممكن تجيب قطع كده، تشتري اي قطعتين حتى وتدقدقهم تنعمهم، بعد كده تستخدمهم زي اللي احنا بنستخدمه. طريقة تقديم الفحم للحمام والعصافير وجميع انواع الطيور، هيتقدم مجروشا زي ما قلنا لحضراتكم زي كده، الناعم ده اهو اهو مجروش اهو زي كده اهو، تمام. ممكن ان هو يتقدم لوحده كده او يتحط يتضاف على الاكل بتاع الحمام وانت بتحط الاكل، او او ايه تاني، او في خلطة التحديق زي ما انا هعمل لحضراتكم دلوقتي اهو. انا بحط خلطة التحديق اللي عندي اللي انتم متعودين عليها اللي انا بعملها دايما في فيديوهاتي، او خلطة التحديق اللي ما تمنعش من عندي الحمام، المحار على حصى الطوب على الرمل على الملح اهو، اضيف ده فوق ده او ممكن اسيبه لوحده زي ما حضرتك تحب كده كده. المهم هو الطائر هينقي وياخد اللي هو محتاجه. حضرتك هتعطي من الفحم ده على الاقل يوم واحد كل شهر على الاقل، ده في الحالات الطبيعية، لكن لو انت محتاجه يعني كعلاج انت حر تعطيه يومين ثلاثة على حسب ما تشوف صحة الحمام اللي عندك، هو مش هيضر في حاجة يعني، لكن يفضل ان انت ما تعطيش معاه اي دواء، لان هي من خصائص الفحم ان هو بيمتص السموم من الجسم، وكذلك هيمتص الدواء طبعا، لان زي ما يمتص السموم زي ما يمتص فوائد الدواء، اذا كان دواء او فيتامينات او املاح او اي شيء، ما تعطيش معاه اي دواء، اعطيه هو لوحده. ما تكون ما بتعطيش دواء اعطي الفحم. ومن خصائص ايضا الفحم ان هو بيمتص الروائح الكريهة، يعني اللي يعرف كده ستات البيوت لما تكون تلاجة بتاعت الست البيت مش لها ريحة مش كويسة، فبتحط فيها قطعة فحم، فدي من ضمن فوائد الفحم.
يبقى كده زي ما قلنا، اذا كان الحمام مريض لا يعرف مرضه، يعني ما احناش عارفين الحمام عنده ايه، نعطيه الفحم وان شاء الله سيكون الشفاء باذن الله. بكده اكون خلصت موضوع الفحم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.